في صفحة 74 و75 هيقول لك الفرق ما بين شوية كلمات، يعني arrive in و arrive at. طبعا arrive in يصل لمكان كبير و arrive at يصل لمكان صغير، وممكن arrive تيجي من غير أي حاجة خالص. When does the Paris plane arrive؟ الطيارة توصل إمتى؟ أما جبت in جبت كايرو، arrived in كايرو. جبت مطار جبت at، لأن arrive in يصل لمكان صغير، arrive at يصل، arrive in يصل لمكان كبير، و arrive at يصل لمكان صغير. reach ده معناه يصل إلى، ومش محتاجة حرف جر، ومعناه يصل إلى مكان أو يصل لشيء معنوي. يعني أنا بقول we reach Cairo، وصلنا إلى القاهرة. طب فين يا عم المصر إلى؟ مش موجودة، لأن reach معناها يصل إلى، على بعضها ما بتحتاجش حرف جر. ministers must reach a decision، يجب على الوزراء أن يصلوا إلى قرار، وهنا الوصول معنوي مش يصل إلى مكان. فلك الفرق ما بين arrive reach مثلا. decide to decide that decide on decide to معناه يقرر أن، بيجي بعد الفعل في المصدر. وفاء decided to stay، قررت أن تقيم، stay ده فعل في المصدر. decide that بيجي بعدها جملة. I decided that it would be best، it فاعل would فعل، ف decide that that بيجي بعدها جملة. decide on معناه يستقر على، يستقر على، وبيجي بعدها الاسم او الفعل في اخره ing. we decided on going to شرم الشيخ، قررنا او استقرينا على الذهاب لشرم الشيخ. اوكي، في فرق ما بين event و incident و accident، وبالتالي احنا قلنا الفرق ما بينهم قبل كده، نقول تاني بقى. event معناها حدث مهم، حدث بقى موسيقى، مؤتمر سياسي، حدث بيجتمع فيه الناس. One of the most important events in our history is 6th October victory. واحد من أهم أحداثنا المهمة هو انتصار 6 أكتوبر. ده حدث مهم. That charity. A charity اللي هي الجمعية الخيرية. Raises money by organization concert events. بتجمع الأموال بتنظيم حفلات، أحداث حفلات موسيقية. فحدث مهم، حدث هام وشيق، اجتمع فيه الناس. Event. incident معناه حدث عارض غير معتاد، او معناه حدث في فيلم او قصه او مسرحيه. the fire shooting اللي هو اطلاق النار، fire shooting اطلاق النار is one of the incidents of the day، هو احد حوادث اليوم، يعني احد الاحداث العارضه اللي حصلت اليوم. he thought the film was boring without many incidents، هو اعتقد ان الفيلم ممل ما فيش فيه احداث كتير. الاحداث بتاعة الفيلم القصة المسرحية بنقول عليها incident، إنما accident يعني كده ربنا بعيدا عن السمعين، حدث بقى شيء مؤذي بقى، إصابات وفيات. over 70,000 people are seriously injured every year in road accidents، فوق 70,000 بني آدم بيصابوا بشكل خطير سنويا في حوادث الطرق. طيب special و private ونوم كتير برضو، special ده من نوع خاص، مميز، مميز يعني في مميزات غير موجودة لغيره. okay I only wear the suit on special occasions، أنا بس بلبس البدلة دي في المناسبات الخاصة، like weddings زي حفلات الزفاف، إنما private ملك شخص أو ملك مجموعة. my grandfather جدي didn't want to discuss his private life with anyone، جدي ما بيناقش حياته الشخصية مع أي حد، حياته الخاصة به هو. فspecial مميز، مش فيه مميزات مش موجودة في غيره. private معناها خاص، يعني ملك شخص أو ملك مجموعة. زي ما فيه فرق ما بين menu وlist. menu معناها قائمة طعام في مطعم، أو قائمة مهام، أو قائمة إعدادات في جهاز. He looked at the menu and decided to have a chicken with rice. هو نظر إلى قائمة الطعام وقرر أن يتناول دجاج بأرز، فدي قائمة الطعام. The menu bar with its windows is one of the features of the desktop. يعني إيه؟ القائمة menu bar يعني إطار القائمة بالنوافذ بتاعته، دي واحدة من سمات الديسكتوب، من سطح المكتب. اوكي، لان دي قائمه مهام او قائمه اعدادات في جهاز. ليست،
قائمة أشياء أنت بتعدها عشان تعملها. I made a list of all the jobs I had to do in the house. أنا عملت قائمة بكافة الوظائف اللي اضطريت أعملها في المنزل. فليست معناها قائمة أشياء. أوكي؟ خلي بالك إن let بيجي بعدها مفعول ومصدر. Let who and me work. Let معناها يسمح، جاي بعدها who and me ده المفعول، وبعد كده work ده الفعل في المصدر. خلي بالك إن أباء بتيجي قبل الصفة أو صفات المقارنة. I am a bit worried about the turkey. أنا قلق قليلا بخصوص الديك أمومي. أوكي؟ It's so big. So بتستخدم قبل الصفات، مش بمعنى جدا بس، ده بمعنى جدا جدا. يعني so دي بتساوي very very، جدا جدا كتير يعني. أوكي؟ لما يبقى في جنسية زي British بريطاني وجاي قبليها ذا فبقول ذا British، يبقى أنا كده العموم أقصد هنا الشعب البريطاني بكامله. طبعا أنا شرحت الجزئية دي، وللأسف أنا مش متأكد إن كنتوا كلكم سمعتوها أو شفتوها ولا لأ. فاللي سمعها وشافها وفهمها. رقم واحد اللي هي ديت اللي هي لت، ولا رقم واحد فوق خالص؟ لا لت. بصي يا محمد، لت معناها يسمح. لت معناها ايه؟ يسمح. تمام، يسمح. بيجي بعدها المفعول، بيجي بعدها المفعول. انت بتسمح لحد، الحد ده في شخص اسمه بو وانا. بو وانا ده المفعول، انت بتسمح لي انا وبو. بعد كده بجيب فعل فين في المصدر؟ بجيب فعل فين اللي هو work، اللي هو ايه؟ work. طب شلت وحط الاو بقى، شلت وحط الاو بقى، الاو اللي معناها يسمح برضه، هتحط تو قبل الورك، هتحط ايه؟ هتحط تو قبل الفعل.